وصل وفد وزاري إلى مدينة بول حاضرة البحيرة، وذلك للمشاركة في نشاطات السنة 16 يوما دورة 2017 التي جاءت تحت موضوع محاربة العنف الممارس ضد المرأة. وكان في استقبال الوفد حاكم الإقليم أدم فرتي أمدو. تقرير عبد الرحمن أدم. على هامش الاحتفال باليوم العالمي للأنف الممارس ضد المرأة وضمن نشاطات 16 يوما دورة العام 2017 بإقليم البحيرة، فقد وصلت إلى مدينة بول البعثة الوزارية المكونة من وزيرة المرأة وحماية الطفولة والتضامن الوطني كادي إليزابيث ووزيرة الإعلام الناطقة الرسمية باسم الحكومة مادلين ألينغي وأمينة الدولة في التربية بانجيو بيرفيلين، حيث استهلت المناسبة بافتتاح مركز مدينة بول متعدد المهام من وزيرة المرأة وبمعيتها حاكم إقليم البحيرة والوزيرتان المرافقتان لها. هذا ونشير إلى أن مركز مدينة بول متعدد المهام بني من قبل صندوق الأمم المتحدة لسكانه، وسيساعد نساء إقليم البحيرة حول العديد من القضايا التي تخص المرأة سيما محاربة الزواج المبكر والأنف الممارس ضد المرأة والعلاج المجاني فضلا عن صحة الإنجاب. ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان إسماعيل بنجي أثنى على جهود الحكومة مشيرا في الوقت ذاته بأن هذا المركز يعتبر إضافة جديدة وسيكون سندا قويا لمحاربة الأنف الممارس ضد المرأة في مختلف أشكاله. وزيرة المرأة وحماية الطفولة والتضامن الوطني كادي إليزابيث هي الأخرى أشادت بجهود شركاء البلاد وأكدت بأن محاربة الأنف الممارس ضد المرأة والطفل مسؤولية الجميع، داعية جميع نساء إقليم البحيرة إلى اعتياد هذا المركز الحيوي الذي سيسهم بلا شك في دعم النساء ومحاربة هذه الظاهرة. ومن ثم فقد قام الوفد الوزاري ومعهم حاكم إقليم البحيرة بزيارة ميدانية شملت المركز الصحي لمدينة بول وكذا ثانوية بول التي بداخلها مركز لتدريب الفتيات حول الجوانب الصحية المتعلقة بالمرأة والتدريب على الحاسوب الآلي بغية تأهيل الفتيات. واصلة لنشاطات الوفد الوزاري الذي يتكون من وزراء المرأة كات إليزابيث والإعلام مادلين ألينغي وأمينة الدولة بالتربية الوطنية بمدينة بول حضرة البحيرة، فقد شاركنا في أنشطة 16 يوما دورة 2017 التي جاءت تحت موضوع محاربة العنف الممارس ضد المرأة وتعليم الفتيات. كان ذلك بحضور الحاكم أدم فرتي. تقرير عبد الرحمن أدم رحمة مرة أخرى. على هامش الاحتفال بنشاطات 16 يوما دورة العام 2017 الذي يحتفل به سكان البحيرة والذي جاء هذا العام تحت موضوع محاربة الأنف الممارس ضد المرأة وتعليم الفتيات. هذه المناسبة التي شهدت حضورا مميزا لعدد كبير من النساء بمختلف أعمارهن كلهن جاءوا ليقولوا لا للأنف الممارس ضد المرأة، حيث بدأت المناسبة بكلمة ترحيب من قبل أمدة مدينة بول أحمد أبكر عبد الله والذي رحب بالوفد الوزاري وأكد بأن هذه المشاركة ما هي إلا دلالة على الاهتمام بقضايا المرأة في إقليم البحيرة. ومن ثم فقد أدلت بعض من النساء المتضررات بسبب الأنف الممارس ضد المرأة كل واحدة منهن على حسب نوع الأنف الذي واجهته. عقب ذلك فقد قدمت برقيتان من نساء إقليم البحيرة طلبوا فيها الحكومة بالسعي إلى بناء مركز متكامل للنساء والتوليد ولشركاء البلاد إلى دعم الحكومة في برنامجها من أجل مساعدة المرأة. حاكم إقليم البحيرة أدون فورتي أمدو فقد أدد بوادر الحكومة وشركائها في هذا الإطار مشيرا في الوقت ذاته إلى ضرورة مضاعفة الجهود والعمل على الاهتمام بشكل متواصل في القضايا التي تخص المرأة وتعليم الفتيات على الوجه الخصوص. أما وزيرة المرأة وحماية الطفولة والتضامن الوطني كادي إليزابيث دعت النساء بإقليم البحيرة إلى المضي قدما والعمل من أجل مواجهة التحديات، كما وصلت الرجال إلى إعطاء المرأة مكانتها ولا تكون أرضة للأنف الممارس ضدها. وقد اختتمت المناسبة بعرض لكافة التجمعات النسوية عبروا من خلاله لا للأنف الممارس ضد المرأة، ويجب أن تعتبر المرأة أحد أهم عناصر المجتمع وهي الأم والأخت والزوجة وبها سترتقي الأمم. بمبادرة من حاكم إقليم البثا جان برنار باداري لوضع حد لنزاعات القائمة بين المزارعين والرعاة وإيجاد حلول دائمة لها، تم تنظيم يوم للتبادل والتفاكر حول وضع خطط واستراتيجيات لحل هذه المشاكل. كان ذلك بحضور زعماء القبائل والإداريين وجمعيات المجتمع المدني. أحمد داود. ما
نعم للسلام والاستقرار في إقليم البطحة. بهذه الكلمات تمت الموافقة على ما جاء في يوم لتبادل الأفكار والآراء حول وضع استراتيجية دائمة لإدارة النزاعات بين التجمعات في البطحة. الموقعون على الاتفاقية والمعاهدات والتوصيات هم كل من الزعماء التقليديون والذين يمثلون البطحة الشرقية والغربية والفتري، المسؤولون الإداريون لكل من البطحة الغربية والشرقية والفتري، جمعيات المجتمع المدني والمنظمات العاملة في مجال الثروة الحيوانية والزراعة، ممثل الأحزاب السياسية ورجال الدين، وحاكم إقليم البطحة جان برنار باداري. ثلاثة ملفات هامة تمت دراستها ومناقشتها خلال أسبوعين، وهي الاتفاقية التي تتكون من 30 بندا والمعاهدة والتوصيات. كل هذه الملفات تدعو إلى حل النزاعات بالطرق السلمية وعدم اللجوء إلى العنف والقتل، كذلك الالتزام على ما ورد في هذه الاتفاقية من كل الأطراف الموقعة، احترام سلطة الدولة والسلم الإداري، مطالبة الحكومة بوضع قانون لترسيم الحدود بين السلطات التقليدية وتفعيل قانون الرعاة، حفر آبار الرعاة والمزارعين، القيام بالتوعية الشاملة حول أهمية التربية والتعليم في المجتمعات الريفية. حاكم إقليم البطحة جان برنار باداري دعا في خطابه الموقعون على الاتفاقية الالتزام بكل ما جاء فيها من بنود، وأوضح أن سياسة الحكومة برئاسة الرئيس إدريس ديبي إتنو تشجع مثل هذه المبادرات الرامية إلى حل النزاعات بالطرق السلمية. والجدير بالذكر أن مثل هذه الاتفاقية والتوصيات والمعاهدات توقع لأول مرة من أجل إحلال السلام والأمن في البطحة التي عانت من النزاعات القبلية.